أهلا بكم في جلوبال أنغولا، برنامج جديد للحديث عن الشعب الأنغولي والمشاريع المؤثرة على المسرح الدولي. في هذه الحلقة نحن في إيرلندا الشمالية لمقابلة عالم من أصل رواندي ترك بصمته في مجال الأبحاث حول الحمض النووي. ولد الدكتور ماتيوس ويبا دي سيلفا في أنغولا عام 1965، عمره 55 عاماً، متزوج ولديه طفلان من بينهم ريهان الشاب ذو 17 ربيعاً، يعيش ويعمل على بعد نحو ساعة من بلفاست. تقع هذه المدينة على بعد آلاف الكيلومترات من لواندا. هناك بدأ كل شيء بشهادة في الكيمياء، يذكر ماتيوس هذه الفترة بكل فخر. كانت لدينا مكتبة جيدة، قضيت معظم وقتي فيها، وكان ثمة العديد من الفرص للقيام بتجارب عملية. كانت الدورة في أنغولا خلال هذه الفترة رائعة من حيث المهارة والخبرة، وانتهزت أي فرصة أمامي لأتعلم. منذ صغره أراد ماتيوس أن يصبح عالماً، وقبل مجيئه إلى إيرلندا الشمالية حصل على شهادة الدكتوراه في إنجلترا، عمل بعدها في أمريكا والسويد. نجله ريهان يحب العلم أيضاً لكن بشكل مختلف. أنا متأكد أنني أريد العمل في مجال هندسة الكمبيوتر، أعتقد أنه متعدد الإمكانات والوظائف، وهذا ما يثير اهتمامي. العالم الحائز على عدة جوائز يعمل الآن في جامعة أولستر، ويقود دراسة في تكوين الحمض النووي، البنى الأساسية للحياة. أهلا بكم في جامعة أولستر، هي تأوي أحد المختبرات التي أقوم فيها بأبحاث الحمض النووي. الحمض النووي هو مستودع المعلومات البيولوجية، لذا لإعادة إنتاج علم الأحياء علينا تخزين هذه المعلومات. يقوم الحمض النووي بهذا الأمر من خلال تركيب البنى الأساسية التي تتجمع تلقائيا. أن نفهم ماهية هذا الأمر والطريقة التي يتم من خلالها هو أمر جد مهم لمعرفة كيفية عمل الأنظمة الحية وكيفية ظهور الأمراض وطرق مواجهتها أيضاً. يسعى ماتيوس إلى إنشاء أجهزة مكونة من مواد الحمض النووي التي يمكن أن تنتقل إلى البشر وتلتقط المعلومات من الخارج. إنها تسمى تقنية النانو للحمض النووي، وهي محط اهتمام كبير في عالم العلوم اليوم. ثمة خطط طموحة، منها مثلا تلك الهادفة لنقل المعلومات إلى الدماغ مباشرة عبر نظام الواي فاي، هي لا تزال ضربا من الخيال العلمي، لكن في مختبري مثلا نعمل على إعادة تنظيم الحمض النووي بطريقة تضمن إدخاله إلى الخلايا ليقوم بعدها بإنتاج بروتينات هامة وعلاجات داخل الخلية أيضا كالأنسولين مثلا ومواد من هذا القبيل. أشرف ماتيوس على عملية تركيب هذه الآلة الضخمة في الجامعة. يقوم المغناطيس العملاق والموجات الراديوية بتحليل عينات الحمض النووي وكشف الأجزاء الأساسية الخاصة بها، كيف تتحرك وتعمل، لمساعدة العلماء في محاكاة الطبيعة. إنها أوقات جد مثيرة. عملنا في مجالات مختلفة خاصة بتقنية نانو دي ان اي للتعرف قليلا على كيفية هيكلة الأشياء باستخدام الحمض النووي، واستخدام هذه الخبرة والمعرفة لتطبيقها على العديد من الأشياء التي تواجهنا في عصرنا. وكأنه عالم غير متناهي من الاحتمالات التي تحدث اليوم ويتعرف الناس عليها. حل الألغاز العلمية للحياة كان الدافع الأساسي لدى هذا العالم الأنغولي، وهو يتطلع دائماً لمعرفة المزيد. أشعر وكأنني في منتصف ما أراه مشوار المهني، هناك أشياء كثيرة أريد الغوص فيها، وأي مكان يتيح لي فرصا أخرى سأكون مستعدا للانتقال إليه. هذا كل ما لدينا في إيرلندا الشمالية. شكرا على المشاهدة، ونراكم قريبا في حلقة جديدة من جلوبال أنغولا.